بالمناسبة تاع الشيخ تاعي مجاهد وراه ان شاء الله يطول ربي العمر تاعو وان شاء الله يبرى يعطيهم الصحة اللي داروا له هذه التجميل ويعطي الكريم يعطيكم الصحة انتم اللي جيتوا ان شاء الله ربي يخليهم هيا صحتهم تحية الجزائر إحياء الذكرى اليوم المجاهد بلد قرية تيغرسيف نظمت بلدية فرحة نظمت تكريم للسيد إيتيوس بالقاسم المدعو بالقاسم الأمارة كونه كمجاهد وهذا الحفل نظم خصيصا واش قدم عرفانا واش قدم للدشرة والوطن بس كان مجاهد قبل ما يكون منشط في القرية كان مجاهد ويحفظ ربي يحفظ بلادنا والله يرحم الشهداء خاصة هذوك اللي توفوا في الحرائق في شرق البلاد الأيام الأخيرة. اوكازيون دو دوبل ايفينمون الهجوم على الشمال القسنطيني 20 اوت 55 و 20 اوت 56 مؤتمر صمام اليوم 20 اوت ولا 22 اوت 2022 جينا اليوم بمناسبه اليوم الوطني للمجاهد نكرموا المجاهد الكبير لقريه تيغرسيفت المدعو ات يوسف بالقاسم ولا بالقاسم العماره كيفاش نقولوا له هنايا دونك حنا كفئه الشباب من اللي حقنا عليه وهو مجاهد وكنا يحكوا لنا وشفنا الاعمال تاعو واش دار ومازال للان يعاون الدشرة في الأعمال الاجتماعية. على بلادهم. أنا نشكر الدشرة تاعي داروا لي دوماج هذا. عندهم أخبار خدمت واحد 40 سنة دروك الدشرة. راني فرحان وهذا راني فرحان. هذا راني فرحان داروا لي دوماج راني فرحان.